يعرفون جبالهم جيدا، ففيها نشأوا وتحت ظلالها كبروا ورعوا مواشيهم، وكثيرا ما حاولوا زرع جروفها، وهم اليوم يحاربون ويذودون مدافعين عنها. يخوض أبناء مناطق الصبيحة والمضاربة المعارك بإمكانياتهم البسيطة، رافضين كل عروض ميليشيا الحوثي بتسليم المرتفعات التي يمكن لها أن تصبح قلاع يقتل منها الأبرياء، وتحقق عبرها أهداف الميليشيا في التوسع نحو مناطق لحج. يحرموا في هذه المناطق، مناطق الصبيحة، مقبرات الغزاة خط الأحمر، حتى الموت بعدهم لكاردهم لأوكارهم. يقول الحوثي ما معك إلا من هذا، لا تحاول انك تدخل هذه الحدود ابدا ابدا، الخط احمر يعني، اقنع اقنع ابد ابد. وقال مراسل قناة بلقيس في المنطقة ان الميليشيا ومنذ امس الاول قصفت مواقع المقاومة في المنصورة وقرى شريرة والظهورة في مديرية المضاربة، كما نفذت عمليات تسلل ومناوشات في جبهة الأغبرة. ووفقا للمراسل فان ابناء المديريتين يخوضون معارك شرسة في مرتفعات جبال كهبوب، وهي معارك من شأن من يحسمها أن يحدد مصير جبهات أخرى كثيرة قريبة من تلك المناطق.